افضل الصلاه والسلام. ما تيجوا بقى النهارده هنعمل احلى صابون سايل، وبصوا القوام، بصوا الريحه، روعه وحاجه كده موفره. ويلا بقى ايه على المقادير مع بعضينا ونشوف الجمال ده. يلا سوا. بالكيسين دول، الكيس الواحد ب25 جنيه، الكيسين كده ب50 جنيه، انما العبوه دي من 70 ل80 جنيه. فاحنا هنعمل الكميه بتاعتنا اللي هتوفرنا كتير من الفلوس وهتقعد معانا من شهرين لشهرين ونص. يلا بقى نفتح الكيس ونبتدي. طبعا دي قاروره انا اسمها كده زي ما انتم شايفين كده، عشان اعمل فيها واقلب، ومحضره الخشبه برضو بتاعتها. ويلا بقى ايه نبتدي. اول حاجه معانا كيس الصابون، ودي البودر، ده كيس الصابون وده كيس البودر. كده استعملنا اول كيس، هناخد بقى ايه الكيس التاني. الكيس التاني باين مفتوح، فاحنا هننزل اللي في الكيس وهننزل ده. دي كلها من المقادير بتاعتنا، فاحنا مش هنسيبها في قلب الكيس. نبتدي بقى نقلب. بصوا نبتدي بقى نحط شوية مية ونقلب، وبعد كده نبتدي نحطه في القارورة. كده حطينا اللتر كله بتاع الميه، وهنبتدي بقى نصبه في القاروره هنا. هنحط ميه هنا بقى ونبتدي ايه المرحله الشاقه. ده كله من المقادير، فعشان كده ايه مش هسيب فتفوته في قلب الطبق. نبتدي بقى نحط ميه واحده واحده.
ونبتدي بقى نقلب. لازم تقلبيه بقى كده عشان احنا كده كده هنسيبه ساعتين لغايه ما يمتزج كله مع بعض. نحط تاني ميه ونقلب، ما تحطيش كل الميه مره واحده عشان تعملي شغل مظبوط. كده وصلي على النبي. نصب بقية المية. بسم الله. كده احنا حطينا 12 لتر مية ونقلب. كل ما تقلبي كل ما بيتقل، عشان كده مهم قوي التقليب كويس وحطتان الميه واحده واحده. وكل شهرين ثلاثه تعملي الكميه دي، انت بتوفري لاهل بيتك عشان تجيبي بقيه الطلبات وانت مرتاحه، بيبقى عندك كميه تكفيكي من شهرين ونص لثلاثه. شوفوا بيتقل ازاي، انا حاسه بيه وانا بقلبه. ايديكي وجعتك، خلي بقى ايه حبايب قلبك عيالك يكملوا تقليب. وخلاص كده خلصنا بعد التقليب. بص القوام، بص الحلاوه، بقولكمش بقى على ريحه البرتقال اللي طالعه. بصوا بصوا بقى الكميه الوفيره، بصوا الجمال. احنا طبعا قلبته ربع ساعة وبعد كده سبته ساعتين، ويلا بقى ايه نصب الكمية سوا. بسم الله. وكده فضينا كل الكمية زي ما انتوا شايفين. بصوا الجيركن ده 11 لتر والجيركن ده لتر ونص. مقولكمش بقى على الريحة عاملة ايه، ريحة البرتقال فعلا. حسب ما تلاقوا بقى برتقال، ليمون، وفروا لبيتكم واعملوا كده زيي، ويلا بقى اعملوا لي احلى شير ولايك. ولو استفدت من فيديو اكتبي لي كلمة حلوة ودعوة حلوة، وفي رعاية الله.